The platform is based and built on an AI technology and machine learning. So the purpose of the platform is to serve Muslims around the world with fatwas in multiple languages. قد يكون الجيل القديم يحب مثلا أن يروح عند المفتي ويقعد عنده، لكن في ناس الحين ما عندهم وقت أو مختلف أو في مختلف أنحاء العالم، وتشوف في كل مجال من المجالات يعني التطور والخدمات الذكية قاعد تدخل فيها. فالشريعة الإسلامية ما حجرت هذا الأمر، لا، تستفيد من كل خدمة، من كل أمر جديد يعرض المجتمع في خدمة الدين. It will be just a text, answer, and that's it. So this is the new vision actually that and mission that we have. We want to be easy to access. We want to be more accessible to public. من أصعب الأشياء أنه يقول لك أنه تقدر تمسك العصاية من النص، لكن ولله الحمد يوم أنت عندك ثلة من المشايخ يعني المتمكنين في الشريعة الإسلامية، الآليات اللي وضعتها أنت لاختيار المفتين وللمنهجية الإفتاء في الدائرة تضمن بإذن الله تعالى أن تكون الفتاوى على قدر كبير من الوسطية ومن التوازن، بحيث ما تكون هي متشددة ولا تكون متساهلة بل تعتمد على الدليل الصحيح. الفتاوى طبعا الصلاة حاليا بدينا فيها